تبدأ القصة بأنه أين عاش الأنبياء؟ وأين كانت مناطق نفوذهم ودعواتهم وبعثاتهم؟ في سلسلة طويلة من التداعيات وصلت إلى درجة أنه ادعى الصهاينة بأنه فلسطين هي إرث ديني وحضاري ثابت له، وأنهم عاشوا في هذه المنطقة فترة طويلة، ربما استمرت 1500 سنة أو شيء من قبيل، حتى أخرجهم الرومان نهائيا بعد قيامهم بسلسلة من الثورات والشغب والمشاكل السياسية وحتى العسكرية. المشكلة التي تتناول الجانب العقيدي بشكل أهم بأنه يمكن لأي شخص أن ينكر وجود الأنبياء إذا ما اعتمدنا على الوثائق الكتبية، الورق، النقوش، اللوحات، سواء كان في حضارة بلاد النيل أو بلاد الرافدين أو حتى المناطق المحيطة. فلا يوجد أي دليل لحد الآن طبعا على وجود الأنبياء، لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا يوسف ولا موسى ولا كثير، حتى عيسى عليه السلام رغم قرب العهد وأنه جزء كبير من عالم يدين له بالولاء والإيمان وبذلوا جهود هائلة لاستكشاف أي دليل مادي حسي تاريخي عنه، إلا أن الجهود باءت بالفشل لحد الآن. فمن جانب يرتبط العقيدة وترتبط السياسة أيضا بهذا النص، وترتب عليها آثار في التفسير وبالفقه وبالعقيدة وحتى نمط التفكير. فهل كان الأنبياء إلى هذه الدرجة من قلة الأهمية التاريخية أنه لم يذكروا أصلا، أم أن هناك خطأ متوارث وهائل جدا في فهم جغرافيا القرآن أو جغرافيا الأنبياء بصورة عامة؟ ربما المفتاح الأول إذا ما استثنينا آدم وقصته ونوح عليه السلام لقدم العهد، ربما ينتمون إلى الألف الرابع أو الخامس أو حتى السادس أو ما بعدها، يعني أو ما قبلها قصدي، فإنه إبراهيم عليه السلام ربما يكون نقطة تاريخية معقولة للبدء منها. لدينا في القرآن إشارات لأمكنة مرتبطة بإبراهيم، وهو المسجد الحرام أو البيت الكعبة الشريفة، وفي التوراة عدة أماكن مرتبطة بإبراهيم. الكلمة الأكثر أهمية والأكثر خطورة في قضية إبراهيم تكمن في كلمة واحدة. في سفر التكوين هناك إشارة من الرب، رب إبراهيم، يقول له في سياق المن إنه يعني معناه اذكر أو عليك أن تمجد الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. هذه في الترجمة العربية الموجودة الشائعة، كذلك في عديد من الترجمات الأجنبية. وعليه فقد تم التمسك بهذه العبارة البدء بتاريخ ما يسمى بالآباء الأوائل بالنسبة حتى اليهود، والقول بأنه نقطة انطلاق إبراهيم كانت من أور الكلدانيين. المشكلة البسيطة أنه يعني إذا أتيت بنسخة من التوراة العبرية وطالعت العبارة راح تجد أنه ليست أور الكلدانيين وإنما أور كزديم، والياء والميم في العبرية للجمع، فهي أور الكزدانيين وليس الكلدانيين. النقطة الثانية المهمة أن الكلدانيين لم يظهروا إلا في القرن السادس قبل الميلاد، جماعة نبوخذ نصر، يعني البابل المتأخر خلينا نقول. فما علاقة إبراهيم الذي يعود إلى القرن التاسع عشر في بعض التقديرات أو السابع عشر في بعضها، وربما في الألفية بداية الألفية الثانية قبل الميلاد في بعض التقديرات الثالثة خلينا نقول، أنه بالكلدانيين الذين يأتون بعدهم ب 1500 سنة على أقل تقدير؟ من هم الكزديم أصلا؟ ولماذا تم تحريف كزديم إلى كلدانيين؟ من هو المسؤول عن هذه الفقرة أساسا؟ اثنين،
من يمن شخص على شخص لا يمن عليه بأنه أخرجه من داره، هذا بلاء ابتلاء. وورد حتى في القرآن كأنما إشارة ما أنه للنبي نوع من أنواع التسلية والتهدئة لخروجه من مكة. فإن يساق النص بصيغة المن على شخص لإخراجه من داره ما مألوف. شيء مهم الآخر بأنه أنت تلاحظ بأن القصة المشهورة وهي قصة إحراق إبراهيم الخليل لا وجود لها في التوراة رغم أهميتها وأنها واحدة من علائم ومعجزات وكرامات إبراهيم، وهو أبوهم الأول بحسب فكرة أبوهم الأول متصل، يعني الآباء الأوائل ممكن تشمل آدم ونوح عندهم، لكن أبوهم النسبي لأنه هو أبو إسحاق الذي هو جد وجد يعقوب الذي هو إسرائيل. هاي النقطة والذي أخرجك من أور الكسدي هي بالحقيقة تحدث عن حادثة الإحراق، لأن أور هنا بمعنى إوار نار، ترجمتها هو الذي أخرجك أو أنقذك، ممكن تقرأها من أور كسدي، هؤلاء القوم الذين كانوا يعيش فيهم سواء كانوا هم الملأ يعني في الحكام أو جماعة الملك أو أي جماعة أخرى، أو هو شعب اسمه شعب الكسديم، خصوصا أنه راح نجد في لو تابعنا بشكل أدق وحفري نجد أن هناك قبائل في اليمن تحمل هذا الاسم. فهذه العبارة أساسا هي تعني صيغة المن هو الذي أنقذك وأخرجك من نار كزديم، ليست أور الكلدانيين على الإطلاق، خصوصا أنه أور هذه التي نعرفها ليست اسمها أور وإنما هي أوريم في الأصل. كلمة أور تعني بالعموم مستوطنة مثل أورشليم أو هاي أور البابلية السومرية التي نعرفها. وعليه هذه النقطة الأولى التي يجب مناقشتها بدقة حتى نخلص يعني ننتقل إلى نقطة الشروع الأساسية، نقطة الشروع التي نبدأ من عندها، أين بدأ أول الأنبياء الذين نستطيع الإمساك بتاريخهم. التقاليد المسيحية ما تتحدث عن أور الناصرية أصلا ولا تجيبها بالطاري، وإنما كانت تتحدث عن أورفا، أورفا التي في تركيا، ولا زالت أكو أماكن كثيرة تراثية ودينية قريبة من أورفا في تركيا التي حران وما حران. هناك كانوا يظنون علاقة إبراهيم بهذه المنطقة أساسا، إنما الذي حصل ربما مضى عليه قرن أو أكثر قليل أنه بدأ يسير على أنه هذه المدينة التي هي اكتشفت أنه فيها إبراهيم، وولي وهو المنقب الأشهر الذي في قضية أور نقب فيها في الثلاث في يعني بدأ من العشرينيات ولحد الثلاثينيات نهاية تقريبا، هو من ابتدع هذه الفكرة، هو من قال بأنه عثر على اسم برامو وهو وجد بيت فخم فقال هذا بيت إبراهيم. قبل فترة قليلة يعني لا فترة قليلة يروجون بأنه هذا هناك بيت إبراهيم مقام إبراهيم هالتفاصيل. فقصة ارتباط إبراهيم بأور الناصرية ليس له من الحق ومن الصلة الحقيقية، وليس له أدنى ارتباط ولا أي شيء ولا أي دليل ناقض ولا أي عنوان يمكن الاعتماد عليه ولا برهان ساطع، مجرد ادعاء حصل مبني على أساس قراءة خاطئة، ترجمة خاطئة وانتشر. استعرضنا أنه الوهم القائم والمنتشر في أن يكون إبراهيم من مواليد العراق. أكو نقطة أو مجموعة روايات تذكر أسماء مدن لها علاقة بالعراق مرتبطة بسيرة إبراهيم، مثل القادسة أو القادسية وكوثة. قلنا أنه إبراهيم ليس له علاقة أصلا بأور. من الجانب الإسلامي أنه ربط إبراهيم عليه السلام
بكوثة، وتل إبراهيم موجود، والذي عليه مقام معروف، جبلة، يعني كوثة جبلة، التي الآن رجع اسمها من جبلة إلى كوثة مرة أخرى. وفي بورسيبة التي تقع إلى الجنوب من بابل، مسافة بسيطة، آثار بابل، كذلك هناك مقام إبراهيم والقصة المشهورة والمحرقة. مكان ثالث هو يسموه حريجة، يعني قريب من بورسيبة، حوالي 5 كيلومتر. الأهالي يقولون أنه هذا مكان حرق إبراهيم. أكو شيء يتردد دائما في الفولكلور الشعبي، أنه كل ما يشوفون فد بناء شامخ راح يقولون عليه أنه قصر نمرود، كل ما يشوفون بئر أو عين ماء شافية يقولون أنها بئر أيوب عليه السلام، كل ما يشوفون بقايا بركانية، حريق قديم، يقولون أنه محرقة إبراهيم. فهذا التكرار الموجود والشائع يكشف أنه مجرد تقليد لا أصل له ولا علاقة. أنا سألت أحدهم من أهل المنطقة، أحاول أنه أستثير فهمه بأنه كيف هناك محرقة إبراهيم وهنا أيضا محرقة إبراهيم، والفرق بينات 5 كيلومتر. قال بأنه لا، هناك مكان انطلاق المنجنيق، طبعا افترض أنه منجنيق اطلق كما في بعض الروايات الشعبية، وهنا مكان النار. وهم ما استطاع أن يفسر لي كيف يكون في مكان انطلاق المنجنيق أكو نار. مهم، المشكلة أنه أحيانا مو يصير تعمد ويصير خطأ. كل القبائل عندما تهاجر إلى مناطق أخرى، في الغالب عندما تجد جبال أو أنهار أو حتى سهول، أو عندما تبني مدن، في الغالب تطلق عليها أسماء مألوفة كانت في منطقة الهجرة الأولى. فالآن تجد كثير من المناطق في أمريكا مثلا تحمل اسم مكة وعراق وفلسطين وأسماء عديدة جدا. معظم مدن الأرض التي هاجر منها مهاجرون إلى أمريكا تلقى بها نفس الشيء، نفس الأسماء تكرر في أكثر من مكان. ربما تجد مثلا في كلمة عراق ممكن تلقاها في أمريكا، وممكن تلقاها في إيران، مثل العراك موجودة في إيران وينسب لها أشخاص بلقب العراكي، عراق. من جزيرة العرب أخرجت موجات هجرة ضخمة، هؤلاء حملوا أسماء قراهم وبلداتهم ومدنهم وأنهارهم وجبالهم ونقلوها إلى المناطق التي حلوا فيها، من ضمنها كوثة. هناك 3 مدن أو بلدات تسمى، مناطق أو مواقع تسمى بهذا الاسم. ومراجعة معجم البلدان للحموي تكشف لك أن واحدة منها في مكة واثنان في العراق. وهذا الأمر ينطبق على أكثر من مدينة ربطت بالخليل اشتباها. يجي شخص ما يجد أنه هاي القادسية، فيربطها بالرواية التي تقول أنه إبراهيم مر بالقادسة أو القادسية، في حين القادسة هي أحد أسماء مكة أو أحد أسماء مناطق مكة. وعليك أن تراجع أيضا معجم البلدان وبقية بقية مصادر الجغرافيا التاريخية كمراصد الاطلاع وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض أنه نسأل أنفسنا على أنه هل السؤال أو الادعاء الذي يقول بأن الأنبياء لا وجود تاريخي لهم صحيح؟ لأنه إحنا بنينا على بعض الأفكار على لدفع هذه الشبهة أو هذا السؤال. كلمة أنه إثبات الوجود التاريخي تم في العادة عن طريق التواتر أو اللغة الأثرية والنصوص المخطوطات التي تثبت وجود الشخص الفلاني في المكان الفلاني في الزمن الفلاني. بالنسبة للأنبياء أو معظم الأنبياء، خلينا نكون دقيقين، لا وجود لأي أثر تاريخي مادي محسوس. والاتجاه الغربي الحديث يعني يحاول أن يكتب التاريخ عن طريق هذه الآثار واللقى والأشياء المادية المحسوسة. نادرا ما يعتمد على قضية النصوص التاريخية المتأخرة أو الروايات أو التواتر، هذا الذي نعرفه. فلهذا يبقى السؤال، هل هناك لقى أثرية أو أدلة تاريخية مادية حسية على وجود الأنبياء؟ والثاني أن الغربيين
في عمومهم وخصوصا الباحثين في هذا المجال يكونون عداء للدين، وبالتالي فمن سهل بالنسبة لهم إنكار النبوة أصلا بإنكار وجودها المادي الحسي. وصلت الأمور بهم إلى درجة أنه يؤمنون بوجود المسيحيين لأنه أكو نصوص رومانية تذكر المسيحيين، وينكرون المسيح لأنه لا وجود لنص يتحدث عن المسيح شخص كشخص. بالتالي هذا التناقض موجود عندهم، وناتج عن هذا التطرف في إثبات النصوص التاريخية ومع ذلك القبول بنصوص تاريخية أخرى. سؤال فرعي الآخر، هل بالفعل لا يوجد أدلة تاريخية أو أثرية على وجود الأنبياء؟ مجرد لمحة سريعة عن حجم الآثار المتروكة في العراق الآن، ما أتحدث عن غيره، يبين لك هشاشة اتخاذ أي موقف حاسم تجاه وجود أو عدم وجود أي شيء من هالقبيل، من هذه الأشياء المتنازع عليها. في العراق ما بين 15 إلى 22 ألف موقع أثري، المنقب فيها بالغا ما بلغ ما يتجاوز 500، بمعنى من المعاني تقريبا 5%. المواقع 500 أو 400 بالتحديد المنقب فيها على مساحتها لم ينقب إلا 5% فقط من هذه الأرض. ما استخرج من 5% من 5% من النقوش التي تقرأ وتحدث عن أشخاص وأحداث وسير، نتوقع أنه 5%، فعندنا رقم ضئيل جدا إلى أبعد غايات الضعالة واللا أهمية، رغم أنه ما لمتاحف العالم كله عن الآثار، لم يستخرج إلا 5% من 5% من 5%. فالمعلومات المتوفرة التي تظهر لبعض الناس بأنها ضخمة جدا وتغطي مساحة ضخمة، هي بالحقيقة مجرد يعني كالشعرة البيضاء في الثور الأسود كما يقولون. وبنفس الوقت يجب أن يكون سياقها واضح، لأنه في بعض الأحيان تدخل في سياق غير مفهوم، مثل ما يحصل عندنا أحيانا نفهم فد شيء في سياق الغير مناسب، رغم أنه إحنا معاصرين. في العصور القديمة تمت وضع نصوص وروايات وأساطير في سياق نفهمها الآن بغير شكل، بالإضافة إلى مشكلة أكبر وأخطر، وهو أن التاريخ كله كتب من قبل الملوك. طبعا لا أحد يستطيع من العامة إلا أشياء بسيطة يكتب، وإنما الغزوات والنصوص واللوائح والقوانين كتبت من قبل الملوك، وخريطة تاريخ الملوك وسلوكهم في كتابة السير والتواريخ معروفة، بها التلفيق والتزوير والحذف والإضافة. وتستطيع أن تجد مثلا في حرب قادش مثلا بين رمسيس الثاني والحثيين، تلقى أنه الحثيين يقولون أنه إحنا انتصرنا وهو يقول أنه أنا انتصرت، وهكذا ضيع الحقيقة. فالاعتماد على ما استخرج مهما بالغ الدقة في تفسيره وترجمته ووضعه في السياق المناسب، يبقى عامل الكذب موجود، وعامل التزوير وعامل التلفيق وعامل الغش يعني وإخفاء الحقائق موجود. فإذا ليس من شيم العقلاء أن يقول أحد أنه لا وجود لذكر لأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء أو علم من العلوم في أي مجال، لأنه عندما تستخرج جميع ما تحت الأرض وتوضع في سياقاته وتدرس بكفاية تامة، عندها نستطيع أن نقول لم نجد أو لم نعثر على مدونة فيها ذكر لفلان أو فلان. قبل فترة قليلة تم اكتشاف إشارة واضحة لأحد أعوان نبوخذ نصر، في عبارة عن وصل استلام صغير ورقيم طيني من أصل 13500 رقيم موجود في المتحف البريطاني لم تدرس قبل 2007 تم اكتشافه، وهو يشير إلى مطابقة تامة مع ما ذكر في سفر أرمي، والذي يشير على وجود شخص من قادة نبوخذ نصر بالاسم كان واقفا على أعتاب مملكة يهوذا، بمعنى أنه لعله راح نكتشف الكثير مما يتقاطع مع تاريخ الأنبياء. شيء آخر من الممكن أن يكون أنه قد لا نجد ذكر اسم نبي بالتحديد، لكن كما حصل عند الرومان يذكرون الأشخاص أو الأتباع الذين انتهجوا خطة، مثل ما لم يذكر المسيح لكن ذكر المسيحيين موجودين، أو مثلا أنه لم يذكر شخص باسم أرمي كنبي لكن السفر الذي كتبه والذي يتناوله أو يتداوله اليهود منذ أقدم العصور الآن أثبت صحة هذا النص بوجود تقاطع مع
نص بابلي معاصر فرق حوالي 8 سنوات. فلهذا هو السؤال الأساسي أنه لا وجود الأنبياء في التاريخ مبني على النقطتين، نقطة المبالغة في ما استخرج من الأرض وعرف من الآثار، والثاني على اعتماد عليها وإثبات مصداقيتها بشكل قطعي وكأنما هي قرآن منزل إذا جاز التعبير. لذا يجب أن نعتمد على أن هذا السؤال ليس صحيحا تماما وليس قائما بذاته، لكن مع ذلك نسلم به من أجل أن نضيء قدما في شرح قضية وجود الأنبياء. وقد خلصنا يعني في التسجيلات الاثنين الماضية بأنه وجود إبراهيم عليه السلام كنقطة بداية لتاريخ الأنبياء بات مشكوكا فيه أن يكون في العراق، بل منفي أساسا، ولا يقال بأنه لا احنا نقول أنه هو ولد في مكة باعتبار أنه لقينا كلمة قادسة وكلمة كوثة في مكة، وإنما لما نعرف أنه في مكة ممكن يكون قادسة وكوثة كذلك، فهذا يقلل أو يبطل اليقين القطعي الذي قائل بأنه بما أنه أكو كوثة وقادسية بالعراق وقد ذكرت في روايات مرتبطة بإبراهيم فإذا هو ولد في العراق. لا، ليش ما يكون ولد في مكة مثلا، وهناك قرينة قوية جدا أنه يكون صلته في مكة، وهي أنه ارتباطه بالقرآن الكريم وحتى في التوراة على بعض الفهوم بعض الترجمات بهذه المنطقة، وربما سنطلع على نصوص من التوراة مترجمة أما بالسبعونية أو في الترجمات التي ترجمها يهود عرب التي تقول بالنص الصريح أنه كان في الحجاز. بعد أن تبين بوضوح لا شك فيه أن النص التوراتي لا يشير إلى أور الناصرية أساسا، طبعا سنكمل إن شاء الله أن التوراة أساسا تشير وتؤكد وجود النبي إبراهيم في مكة مع جميع ذريته مع سارة وإسحاق وهاجر وإسماعيل، حتى لا يقال بأنه ربما قضية سارة و هاجر وإسماعيل محسومة، لا، حتى سارة وإسحاق تؤكد التوراة كما سنبين إن شاء الله في الحلقة القادمة أنهم كانوا موجودين في مكة. الآن نرجع النصوص الإسلامية التي تدعي وجود النبي إبراهيم في العراق. طبعا في القرآن لا ذكر للعراق أصلا، لا في أور ولا كوثة ولا أي منطقة، إنما فقط وردت بعض الروايات في التراث الإسلامي. المشكلة أنه بعض الناس مجرد أن يجد شيء بين قوسين رواية منسوبة إلى النبي أو إمام أو معصوم أو صحابي حتى يبدأ بالاحتجاج بها، يعتبرها قرآن منزل وشيء واضح ونص صريح وما يمكن النقاش فيه. طبعا الطبري نفسه شيخ المؤرخين يقول أن الاختلاف واسع في المكان الذي ولد فيه إبراهيم الخليل، بالسوس وبالوركاء وبحران وحتى في دمشق في بعض الروايات في برزة وغيرها. فمؤرخين المسلمين ما عندهم قطع في مكان محدد ولد فيه إبراهيم، أحيانا يلفقون المسألة فيقول أنه ولد في مكان لكنه نقل إلى بابل لكي يتوافق مع الرواية التوراتية. مصادر أهل السنة أصلا لا تذكر كوثة العراقية إلا بوصفها موضع خروج الدجال، طبعا هذا على ذمة عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي يروي هذه الحكاية التي تتكرر كثيرا في كتب أهل السنة. عدا ذلك لا ربط للعراق بإبراهيم الخليل في الكتب السنية على الإطلاق، لا وجود لشيء اسمه أور ولا كوثة. المهم أكو عدد من الروايات في كتب الشيعة تذكر كوثة ربا، لأنه إحنا قلنا أنه في العراق اثنين من مواضع تسمى بكوثة، أولهم كوثة ربا والثاني كوثة الطريق. وهذه الكتب أو هذه الروايات في كتب الشيعة التي تذكر كوثة ربا كموضع ولادة إبراهيم مذكورة في الكافي وفي من الكتب الكلاسيكية. كثير من الناس ما تلتفت إلى أن الروايات هي أما صحيحة وأما موثقة أو حسنة أو ضعيفة، ليست كل الروايات تقبل على علاته، وإنما أحيانا الرواية صحيحة ممكن تسقط من الاعتبار والاهتمام لأنها تعارض رواية صح من عدها أو عدة روايات صحيحة بنفس المستوى. فليس كل رواية يجب أن يؤخذ بها سواء كان المسألة في الفقه أو في العقائد أو حتى في التاريخ، يجب أن تدرس الروايات بشكل دقيق ولا يؤخذ أي نص بين قوسين موجود في أحد الكتب التراثية أو الحديثية على محمل الجد. وبعض الأحيان
تصل الرواية من الضعف أن تعد مجهولة، لأنه أكثر من راوي أو راوي واحد من عدة واحد أو اثنين هم مجهولين، لم يشخصوا بأنهم كانوا من الثقات أو حتى من الضعفاء والواضعين، شخص مجهول مغمور أول مرة تسمع باسمه أساسا. والروايات التي قلنا أنه ذكرت، وهي رواية واحدة التي ذكرت ارتباط إبراهيم بكوثر ربه في كتب الشيعة، عندما تراجع المحدثين المحققين أهل الأخبار كالعلامة المجلسي في كتابه الشهير مرآة العقول، والشيخ محمد باقر البهبودي في كتابه صحيح الكافي، وآية الله محسني في جامع الأحاديث المعتبرة، تجدهم قد عرضوا على هذه الرواية أصلا أو هذه الروايتين. أسقطها المحسني من جامع الأحاديث المعتبرة ولم يذكرها البهبودي في صحيح الكافي، وأما العلامة المجلسي فقد وصفها بالمجهولة أساسا. فإذا لا القرآن ولا الأحاديث السنية ولا الأحاديث الشيعية المعتبرة قد ربطت إبراهيم الخليل بكوثر، فهذه النقطة الثانية قد خلصنا منها. لا علاقة لإبراهيم بأو ولا علاقة لإبراهيم عليه السلام بكوثر. السلام عليكم. نكمل السلسلة التي بدأناها، نتحدث عن جغرافي الأنبياء والخطأ الذي حصل ابتداء من نبي إبراهيم عليه السلام ونزولا إلى ذريته من إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وراح نبين بالأدلة المباشرة من كتب اليهود نفسها من توراتهم بترجمات مختلفة إنما قيل عن أور الكلدانيين هو خطأ، وإنما هي أور الكلدانيين التي تعني نار الكلدانيين أو آتوني الكلدانيين. الآن نشوف التوراة السامرية لمؤلفها أبو الحسن إسحاق الصوري، وهو أحد كهنة السامريين. التوراة السامرية النص الكامل للترجمة العربية، ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق الصوري في الإصحاح 15 التي وردت فيه الفقرة التي تتحدث عن أور الكلدانيين كما في الترجمات العربية الشائعة. نلاحظ هنا: وقال له أنا الله الذي أخرجتك من أور الكلدانيين وليس الكلدانيين. هذه واحد. طبعا كل النصوص التي ستأتي بالكلدانيين في هذه النسخة من التوراة السامرية التي تم الحفاظ عليها بعيدا عن اليهود من قبل الطائفة السامرية تقول أور الكلدانيين. المفاجأة الأهم والتي لم ينتبه لها الكثير لأن النص جديد، أن هناك توراة أخرى هي التوراة التفسير الأصلي من معالي الحاخام سعدية غاؤون ابن يوسف الفيومي. هذا الرجل بمثابة ابن تيمية بالنسبة للسلفيين، أو الطوسي والمفيد والكليني بالنسبة للشيعة، شخص له أهمية كبيرة جدا عندهم، وحتى وردت العبارة عند بعض حاخاماتهم القول بأنه لو لم يكن موجودا سعدية لما كانت التوراة. طبعا سعدية الفيومي كتب التوراة بحروف عبرية لكن بلغة عربية، ونقلوا المخطوطات الأحرف العربية: الحاخام، ينطوب، حايين، بن يعقوب، دقنيش، الكوهين. هي طبعا في إسرائيل هاي. طبعا التوراة الخمسة أخماس التفسير الأصلي من معالي الحاخام سعدية غاون فيومي، هذا كتبها قبل حوالي 1100 سنة، وهذا المشروع للحاخام ينطوب حايين بن يعقوب، ومطبوع في أورشليم كما يقولون في القدس سنة 2015 طبعا حديثة. الآن نبحث عن حركات إبراهيم وتنقلات، راح نجد مفاجأة غريبة أنه يتحدث عن توجه إبراهيم نحو القبلة، قبلة بالتحديد التي كانت تترجم في النصوص الأخرى النقب والفرق هائل. يعني هنا في بريشيت أو سفر التكوين كما يسمونه: ورحل إبرام كلما مر إبراهيم رحل إلى القبلة. هذا في الإصحاح 12. في الإصحاح 13: فصعد إبرام من مصر هو وزوجته وكل ما له ولوط معه إلى القبلة. واضح هاي مرتين يتحدث عن القبلة متوجها إلى مكة. هذه المرة الثالثة:
وفي المقطع 20: ثم رحل من ثم إبراهام إلى بلد القبلة وأقام بين رقيم وبين الغفر. وتلاحظ يعني نكهة الأسماء العربية الواردة في النصوص. هنا يتحدث عن إسحاق ابن إبراهيم: وكان يسحق قد جاء في مجيئه من البئر التي للحي الناظر، التي يعني أكثر الآراء تقول إنه من زمزم، وهو مقيم في بلد القبلة، فخرج يسحق ليصلي في الصحراء، إلى آخره. الآن هذا النص في الإصحاح 15 الذي ناقشناه أكثر من مرة، اللي تحدث عن أور الكلزدانيين، تلاحظ: وقال له أنا الله أخرجتك من آتون الكزداني. واضح آتون تعني النار، أو يعني غرفة النار التي أرادوها أن يحرق فيها. فالنصوص عبرية قديمة جدا من كبار علماء اليهود، بمعزل عن التشويش الحديث والسياسة الحاضرة، تقول إنه إبراهيم الله أخرج إبراهيم من آتون الكزدانيين، بمعنى أنقذه من نار الكزدان. نص آخر مهم جدا يتحدث عن إنه هاجر كانت على العين التي في طريق حجر. هنا ترجمت في طريق حجر، لا طبعا الترجمة هاي التي هي شنو؟ ترجمت اليهود في القدس قبل فترة وجيزة، قبل 5 سنوات تم ترجمتها. في ترجمة عربية لنفس النص لسعدي الفيوني، ترجمها عربي: في طريق حجر الحجاز، بالتحديد حجر الحجاز، انه سارة و سارة وهاجر وإبراهيم. هنا نشوف: فقالت سراي، يعني سارة لإبراهيم: ظلمي عليك، أنا أعطيتك أمتي. ثم تقول: فعذبتها سراي حتى هربت من بين يديها، فوجدها ملك الله على عين ماء في البرية، على العين التي في طريق حجر. لا أوضح من هذه النصوص. في الترجمة العربية للسبعونية التي ترجمها دكتور اليازجي، وهو مسيحي، طبيب مسيحي، دكتور خالد جورج اليازجي، نبحث عن نص في الإصحاح 15. النص واضح أيضا، لكن يفتح لنا باب جديد جدا. يعني يقول فيه: وقال له أنا الله الذي أخرجك من كورة الكلدانيين. كورة يعني غرفة النار، مثل ما الآن شايع كورة. البعض فهم أنه الكورة بمعنى مثل البلدة، سبحان الله، يعني كلمة كورة تدل على نار، وكذلك أور التي تدل على إوار في بعض اللغات السامية. فالكلمتين بدل ما توحي بأور مدينة وكورة بلدة، تعني أور نار وكورة غرفة النار، فاثنيناتين يشيرا بنفس المعنى إلى إخراج الله تعالى وإنقاذه لإبراهيم من النار. فإذا خلصنا إلى نتيجة تامة أن كل النصوص التوراتية غير محددة في خياراتها بالنسبة لهذه النقطة، لكن النسخ الأقدم تتحدث عن نار أو آتون أو كورة للكزدانيين، وليس الكلدانيين الذين عرفنا أنهم لا يمكن أن يكونوا في عصر إبراهيم، وإنما في عصر متأخر، القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد، وأقدم إشارة لهم بالقرن التاسع قبل الميلاد، أحد الملوك الآشوريين أشار إلى وجود شيء اسمه الكلدانيين، يعني بعد مرور قرابة 1000 سنة من ظهور إبراهيم. نواصل السلسلة التي بدأناها، وأثبتنا من خلال حلقات المضت بأن قصة وجود إبراهيم في أور أو في كوثة لا أصل لها، لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الأحاديث، لا السنية ولا الشيعية. وإذا انتهينا من هذا الموضوع تماما، يجب إعادة رسم خريطة حركة إبراهيم عليه السلام. المفروض أن إبراهيم كان في العراق بحسب النظرة القديمة والنظرة المزيفة، ثم صعد إلى، بعد أن خرج من أور المزعومة، ذهب إلى حران التي هي تقع على الحدود الآن التركية السورية، على جهة تركيا، ومن بعدها انتقل إلى الشام أو بيت المقدس أو جنوب فلسطين على وجه الدقة التحديد. الآن أكو أحد أجزاء هذه السلسلة قد انتهى قطع، وبما أنه أسس المسألة وبدايتها قد انقطعت ونفيت،
فإذا لم يعد معنا من هجرة إبراهيم إلى حران، لأن المفروض أنه من أور ثم إلى حران فبعد ذلك إلى بلاد الشام. انقطاع أو انتفاء دليل وجود إبراهيم في العراق يعني يدمر هذه السلسلة وينفيه، فلم يعد هناك مبرر من حران إذا ما وجدنا حران في مكان آخر، مثل ما نفينا وجود أور وكوثة. وهذا ما يعني نوصل له، أين تقع حران. وكذلك قضية الشام، الشام فلسطين بالتحديد، التي يعني يظن الكثير أنه إبراهيم كان يعيش في الخليل أو منطقة قريبة منها، وأولاده بقوا في تسلسل في هذه الصحراء النقب وفي جنوب فلسطين. سمعنا بالحلقات الماضية على أنه هناك أدلة من التوراة نفسها، أصح نسخة من التوراة التي عرضناها والتي ترجمت قبل 5 سنوات، أنه تقول أنه إبراهيم وسارة وإسحاق وهاجر وإسماعيل كانوا في مكة في القبلة. طبعا في هذه النسخة التوراتية يرد أصلا ذكر اسم مكة بصريح العبارة، سأريكم الآن ذكر مكة في التوراة. هذه هي التوراة التي قلنا إنها من ترجمة سعد يغاون الفيومي، نقلها من العبرية إلى العربية لكن بحروف عبري، النص عربي والحروف عبري، ذكرناها في حلقة سابقة. أهمية سعدية أنه أهمية هائلة جدا، وهو ربما كان أكثر كتاب التوراة حرصا على الدقة فيها، ولولا هذه النسخة التي كانت مدخرة عندهم لما وصلتنا شيء من التوراة. وهناك قائمة طويلة من المدائح والتقريرات على هذه النسخة، والتي وردت في كثير من الأخبار والأقوال أهمية سعدية. فالشاعر اليهودي موسى بن عزرا من القرن 11 قال، يتحدث عن سعدية وآخر، أنه كليهما هما أمراء المعرفة بالشريعة. المهم في الإصحاح 10 الذي يتحدث عن القبائل التي تسلسلت بعد من نوح وتصل إلى إبراهيم، في الإصحاح 10 يتحدث عن تواليد بني نوح الذين ينحدر منهم إبراهيم كما هو معلوم، ويذكر بها نمرود والتفاصيل البقية. في العدد 30 من الإصحاح 10، كل هؤلاء عشائر بني قحطان، وكان مسكنه من مكة إلى أن تجيء إلى المدينة إلى الجبل الشرقي. بكل وضوح يتحدث سعدية عن أنه مساكن سلالة نوح كانت متمركزة ها هنا، طبعا من ضمنهم أسلاف إبراهيم. هذا في النسخة العربية. في النسخة العبرية، لمن يجيد يعني قراءة النص العبري، هذا هو النص العبري، وقلنا إنه كتبه بلغة عربية ولكن بأحرف عبرية. هذه وكان، وهذه مسكنه، وهذه من، وهذه مكة، وهذه إلى أن تجيء إلى المدينة. بكل وضوح يتحدث عن أنه أسلاف إبراهيم كانوا يعيشون في هذه المناطق في الحجاز. لا أقول أن إبراهيم يعني ولد في مكة وعاش في مكة، وإنما انتقل إلى مكة. إذا نفينا وجوده في العراق كما فعلنا، وسقطت التالي قضية الشام لأنه هي عبارة عن حلقة ثانية لاحقة، سبب ونتيجة، فإذا انتفى السبب انتفت النتيجة. إذا لم يكن في العراق فلم يهاجر إلى الشام، هاي قطعيا انتهينا معته. ومن المستحيل أن يكون في مصر، لم يقل أحد بأنه كان في مصر إنما دخلها، وسنناقش هاي قضية مصر، ما معنى مصر. فإذا لم يبقى لدينا من العالم القديم غير الجزيرة كلها، سواء كان الحجاز أو اليمامة أو اليمن. المكة قلنا إنه هاجر إليها، فإذا لم يبقى لدينا إلا منطقة أخرى في الحجاز، في الجزيرة العرب، كان يعيش فيها إبراهيم، ثم حاولوا قوم إحراقه فانتقل منها إلى مكة، عبر النهر
فدعية عبرانيا، هاي المسألة العبرانية من أساس عبور النهر، كأنما كان إذا اجتازوا هذا الخط الفاصل بين شطري الجزيرة سمي عبراني. لحد الآن العوام في العراق يسمون الراكب والمسافر عبري، معروفة مشهورة. فالعبري تعني المهاجر أو المسافر أو العابر بهذا المعنى. لكن أصل إبراهيم هو آرامي كما في النصوص، وكما في الصلاة المشهورة عن اليهود أو صلاة يعقوب، أنه آراميا تاهن كان أبي التي يرددها، فتدل على أنه كلمة عبراني ليست قومية، وإنما وصف حال مثل ما يوصف بعض الناس بأنهم بدو أو رحل أو مهاجرون. عبراني تعني الذي هاجر من منطقة إلى أخرى. وعليه إذا انتهينا من قضية أنه كون إبراهيم كان في العراق، فالتسلسل المنطقي الذي كان أو جغرافي حتى الذي كان يقول فيه بأنه كان في العراق ثم هاجر إلى حران في تركيا، ثم عاد إلى الشام استقر في فلسطين، ثم تناسل الذرية وبقوا هناك في فلسطين. هذه الصورة المرسومة والتي أثبتنا بطلان أول ركن من الأركان، وهو كونه أنه لم يكن في العراق. إذا سقط الركن العراقي فالشامي أو التركي وحران لم يعد لها معنى، وإنما يجب البحث عن حران في مكان آخر. وبما أنه اكتشفنا من خلال التوراة والنص الأصل القديم القول بأنه إبراهيم كان في مكة أساساً وليس في النقب كما في النسخ المتداولة والشائعة والمزيفة، فإذا يجب البحث عن نقطة انطلاق أخرى لإبراهيم التي توجه من خلالها إلى مكة. العراق انتهينا من عنده، وبالتالي الشام ينتهي وحران طبعا التفصيل، وكذلك قضية مصر التي لم يقل أحد بأنه إبراهيم ولد في مصر أو هاجر من مصر. فبقت الجزيرة العربية هي أحد الأماكن التي يعني ينحصر فيها وجود إبراهيم من العالم القديم. ونحن لا نقول أنه ولد في مكة أساسا، وإنما نقول هاجر إلى مكة، والجميع مجمع على أن قضية هجرة إبراهيم إلى مكان آخر ثابتة. عرفنا أن اليهود في نسخهم القديمة يعترفون بأنه هاجر من مكان ما إلى مكة، لأنه نجد في مكة وفي حجر أو الحجاز نجد إبراهيم وسارة وهاجر ويعقوب وإسحاق، جميع كانوا موجودين في مكة. فما هو أو ما المكان الذي انطلق منه إلى مكة؟ طبعا محصورة في الجزيرة فقط، لأنه قلنا نفين العراق ونفين الشام بحسب التوراة نفسها أساسا. القرآن لم يتطرق إلى المكان الذي انطلق منه إبراهيم. يبقى عندنا خيارات في الجزيرة. احنا قلنا أن مكة في الحجاز، فإذا ربما يكون قد انطلق من اليمن واتجه إلى مكة، فعبر النهر الكبير المعروف الضخم الذي الآن جف، وهو وادي الرمة وادي تثليث كذلك، عدة أنهار كانت كبيرة في جزيرة العرب. وكل من كان يهاجر من هذه المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الأعلى فيعبر النهر يسمى عبرانيين. لحد الآن بالعامية العراقية أنه أي شخص يسافر أو المسافر يسمونه عبري، فكلمة عبري لا تعني قومية وإنما تعني المهاجر المنتقل. نفس كلمة هاجر أساسا، هاجر هي بالحقيقة المنتقلة أو المسافرة أو التفاصيل هاي الأخرى. وعليه يجب البحث عن وجود إبراهيم عليه السلام، قومه ولادته، ليس في مكان له علاقة لا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر ولا في أي مكان آخر خارج جزيرة العرب. ولد إبراهيم في جزيرة العرب وعاش في جزيرة العرب ومات في جزيرة العرب، وأولاده أيضا إسحاق ويعقوب وسارة وهاجر كلهم، إسماعيل طبعا الذي سنقرأ في التوراة أن هناك تحديد بالضبط نص التوراة الذي اطلعنا عليه يقول أنهم كانوا في مكة. إذن الموقف واضح بالنسبة لنا، لا وجود لإبراهيم عليه السلام في العراق أساسا، وبما أنه لا وجود له في العراق فإذا مسألة هجرته من العراق إلى الشام لم تعد منطقية أساسا، يعني لأنهم يفترضون أنه هاجر من أور إلى حران ثم انتقل إلى النقب. عرفنا أن النقب هي بالحقيقة حجر الحجاز كما في التوراة اطلعنا عليها، وأن حران يمكن أن تكون هناك مدينة أخرى كما قلنا في مسألة ظاهرة التيمون، وأنه ليس له علاقة بالعراق. فالجزء الشمالي نقول من الهلال الخصيب ليس له علاقة بإبراهيم أساسا. بالإضافة إلى قضية أخرى، أنه إحنا لم نجد أساسا أي نص يتحدث عن إبراهيم بهذه المناطق، خصوصا قضية الشرائع العراقية القديمة لا تتضمن على الإطلاق قضية إحراق الشخص إذا ما كفر بالآلهة. هاي مسألة مفروغ منها، كان يجب أن يراجعها أي شخص يدعي أنه إبراهيم عاش في العراق، يجب أن يراجع الشرائع العراقية القديمة ويشوف هل هناك عقوبة حرق كانت موجودة. هذا واحد. اثنين، لو كانت هذه حادثة الحرق التي كان يفتخر بها الملوك القدامى السومريين والبابليين والآشوريين بأنهم قضوا على أعدائهم وقتلوهم
لطخت عربات كما يقول آشوري، عربات أو عجلات عرباتهم بدمائهم وبقاياهم. لم يرد أي نص يتحدث عن شخص ما خرج عن دينهم بهذه الوضع والجرأة وحطم أصنامهم فعاقبوا بهذه العقوبة ثم لا يدونوها. نعم، نقول نحن نعترف بأنه هناك مئات الآلاف من النصوص لا زالت تحت الأرض، لكن مع ذلك أكو اطمئنان أنه حتى لو كشفت فإن إبراهيم نتحدث عن إبراهيم، لا نتحدث عن نوح ولا عن آدم ولا غيره من الأنبياء السابقين، إنما نتحدث عن إبراهيم بالتحديد وننفي وجوده في العراق وبالتالي في الشام، وإنما نقول أن هناك إجماع أصبح أنه عاش في مكة بعد هجرته من مكان ما، والأرجح أنه مكان في الجزيرة بعد أن عبر حاجزا طبيعيا مفترض أن يكون نهرا ضخما، لأنه الوعد الإلهي لإبراهيم بأنه سأعطيك من النهر إلى البحر الكبير. هذه المناطق تنطبق على الجزيرة وعلى منطقة محدودة في الجزيرة هي الحرم المقدس، وبالتالي ماكو داعي إلى الذهاب إلى الفرات والنيل، التي سنكتشف أنه لا النيل مذكور في التوراة بهذا المعنى ولا عبارة مصر أصلا تعني بلاد النيل على الإطلاق. هذه هي المفتاح الرئيسي الذي سنكتشف أنه هناك فوضى في الجغرافيا نتيجة افتراض خطأ، وهو أنه مصر هي بلاد النيل والتي سنناقشها لاحقا. لكن قبل أن ننتقل إلى مصر لابد أن نناقش قضية بطلان الصلة بين فلسطين وإبراهيم وذريته، لأن رغم أنه يكفي أن نقول أن التوراة التي ربطت أصلا إبراهيم عليه السلام وذريته بفلسطين بناء على بعض الأسماء الأماكن مثل أريحة وبئر شبع ومجموعة أخرى مثل النقب، كلها بعد أن اكتشفنا نسخ من التوراة أكثر مصداقية وأقدم من النسخ المتداولة الحديثة بعد عالم الطباعة، لكن يحتاج لنا بعد أنه نبحث في الدليل الأثري. إذا توصلنا ولو لشبهة واحدة بأن وجود إبراهيم وذريته في فلسطين فكون نتوقف قليلا ونناقش. الفكرة الأساسية في مسألة اختفاء الأثر الآثاري لإبراهيم وذريته، بغض النظر طبعا عن تفاصيل أخرى بأن الأنبياء كما يقول بعضهم الأنبياء لا يتركون شيئا، الأنبياء ليس سبيلهم المعمار والبناء القصور، لم يستطيعوا أن يمسكوا سلطة، في الغالب كانت لن يتركوا نقوشا، أحدهم كان يبرر بهذا المعنى وهذا صحيح طبعا. لكن في بعض الأحيان أنه بعض الأنبياء تركوا، مثل سليمان الذي المفروض أنه ترك هيكلا ضخما معروفا ومزينا ومزخرفا. بالإضافة إلى لابد أن نقول الجهة الأخرى التي تعاديهم أو تعارضهم، لابد أنها ذكرت شيئا عنه في نقيش أو ادعاء أو قصة أو أسطورة أي شيء من هذا القبيل. لكن بخصوص إبراهيم أنه وعلاقته في فلسطين، طبعا دخول يعني موسى كذلك لحد عصر موسى، أنه هذه الفترة التي ربما استمرت 4 قرون من إبراهيم إلى موسى، الصهاينة كانوا أكثر الناس حرصا على إثبات وجود إبراهيم ليعززوا الأصل النظري لاحتلالهم لأرض فلسطين. علم الآثار أساسا بني للتفتيش والتنقيب عن الكنوز في البداية، كان يبحثون عن الكنوز والأشياء الغريبة والعجيبة، لم يكن علما بالمعنى الدقي، ومعظمهم كانوا مغامرين، بعضهم قناصل أو سفراء لدول، وبالتالي هذا كان الدافع الأول. الدافع الثاني كان دافعا دينيا، كثير من البعثات مولت من قبل الكنائس ومن قبل المعاهد لها صلة دينية، كانت تحاول إثبات وجود أو تصحيح ما موجود في الكتب المقدسة من أخبار وتواريخ وأسماء، وبالتالي هناك نزعة لبعض من كبار منقبين قدامى، نزعة دينية لإثبات ذلك. وقلنا عن وولي وصموئيل نوح غريمر ويعني وأول برايت، كثير من الآثاريين كانت لهم دوافع دينية أساسا لإثبات ما موجود في الكتاب المقدس. عندما جاء الكيان الصهيوني واحتل فلسطين حرص على أن يشجع جميع الآثاريين الموجودين في إسرائيل من اليهود وغيرهم على البحث والتنقيب لإثبات ما يعتقدونه أنه وارد في التوراة من قدم وجودهم في فلسطين. وكانت النتيجة أنه منذ العام 1948 إلى يومنا هذا إلى حد 2020 لم يعثروا على أي شيء ولا قشة تثبت وجود ما يسمى بالآباء الأوائل، لا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى موسى في فلسطين.
كانت أول البدايات الأولى مليئة بالادعاءات وأنهم وجدوا أريحة محروقة كما ورد في التوراة، وتحدثوا بعدين عن عثورهم على اسطبلات لسليمان، وبعدين مجموعة من اللقاة، ثم اتضح بأن هذه ادعاءات كاذبة وزائفة وليس لها أصل أساسا، وبعض الأحيان مزورة. وهناك تقرير مشهور جدا وفيلم وثائقي عن مزور شهير وبارع جدا للغاية، بحيث خدع يعني متاحف ضخمة، كان يزور الآثار ويلقيها في أماكن معينة قريبة من جوهر العام التاريخي، ثم يرسل أشخاص بدعوى أنه فلسطينيين جلبوا له هذه القطعة أو تلك. منذ العام 1948 إلى اليوم، بعد أن نبشت فلسطين نبشا ونقب في تحت كل جدار وتل، لم يعثروا على أي دليل على وجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويوشع وجميع الأنبياء، باستثناء الفترة المتأخرة والتي سنعرف السر في وجودها واختفاء المتقدم من الفترات. العالم الآثاري الشهير اليهودي إسرائيل فينجلشتاين وزميله سيلبرمان أصدروا كتاب ترجم إلى العربية تحت عنوان التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها. هذا صورة الغلاف الأصلية للكتاب، وعرضوا فيه جهود كل الباحثين الآثاريين وعلماء الآثار طوال أكثر من 70 سنة. لم يعثر على الإطلاق ولا وجود لكل ما تحدثت التوراة عنه في فلسطين، رغم أنهم لا ينكرون أنه ربما تكون الأحداث قد وقعت في مكان آخر، لكن الدليل على أن فلسطين على الإطلاق كما قالت التوراة التي احتفظوا بها اليهود منقحة بعيدة عن أيدي التلاعب التاريخي كما قلنا في توراة الفيومي. فطوال العقود الماضية، 7 و8 العقود الماضية، لم تترك إسرائيل حجر على حجر إلا وقلبت. وصلت بهم كما مسموح ومعروف أنه نقبت تحت المسجد الأقصى إلى درجة حفرة أنفاق غاية في العمق، واكتشفت كثير من الآثار من عصر هيرودس والرومان والحشمونيين، لكن لم تعثر على أي دليل قبل القرن الرابع، إلى درجة أنه فينجلشتاين سمى القرن العاشر الذي هو المفروض أن يكون فيه أعلى وأبهى درجات العمران في عهد سليمان بالقرن العاشر المفقود. لم يعثر على أي شيء يدل على وجود هذه المملكة القوية التي كانت يعني ذكرت التوراة وذكرها القرآن. فقضية أنه صلة إبراهيم لحد موسى، يعني مثلا من إسحاق ويعقوب وبعد عودتهم من مصر الأسر ورجوعهم وعصر القضاة، ثم عصر طالوت وداود وسليمان، كل هذه لم يعثر على أي أثر لهؤلاء، لا إشارة بسيطة ولا قليلة ولا بعيدة ولا حتى أي حجر ولا مدر، لم يعثر على أي نص أو حجر أو نقش أو أي شيء يمكن ربطه أركيولوجيا بعصر الآباء الأوائل كما يسموه. فالآن أثريا انتهينا من قضية ربط فلسطين بالآباء الأوائل كما يسموهم إبراهيم وما دون، وكذلك نصيا حسب التوراة، النسخ من التوراة التي عثرنا على نصوص فيها تؤكد أنه إبراهيم لم يكن في فلسطين، وإنما العبارات الواردة ككلمة نقب كانت تعني القبلة أو الجنوب، وكذلك مناطق أخرى حتى وادي ميشا كان وادي مكة، وبقية التفاصيل الأخرى التي ستأتي تباعا. نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أصل هذا البحث، كيف نشأ التشكيك في وجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحتى موسى والتفاصيل الأخرى في مكان غير المكان الذي رسمته التوراة، سواء كان مصر أو فلسطين. وسنعرض آراء وأقوال العرب والمستشرقين الأجانب الباحثين التي أوصلتنا إلى هذه النقطة. نلتقي إن شاء الله.